إبليس حب في يوم من الأيام يعمل مصيبة في البلد دي، فهو ماشي كده لقى الخيمة دي، فإبليس قرر إنه يروح عند الخيمة دي، فلقى فيها بقرة، والبقرة دي مربوطة في وتد، والوتد ده هو العمود اللي ماسك الخيمة دي من الوسط، وبص إبليس لقى الست دي بتحلب البقرة، فإبليس قام وحرك الوتد ده، قامت البقرة خافت وهاجت، فالحليب وقع على الأرض، والبقرة داست على الولد الصغير، والولد الصغير ده مات للأسف. قامت الست دي حبت تنتقم من البقرة، فجابت سكينة وضربت البقرة موتتها. جوز الست دي جه من بره لقى ابنه ميت والبقرة مقتولة، قام ضرب مراته علقة موت وطلقها. جم أهل مراته بالشكل ده ومسكوه ضربوه. قام أهل الزوج جم اتخانقوا مع أهل مراته، وقامت خناقة شديدة جدا جدا. جم العيال الصغيرة ولاد إبليس دول وقالوا لأبوهم إيه اللي أنت عملته ده؟ ده أنت بطل، أنت قدرت تعمل كل المشاكل دي إزاي؟ رد إبليس على أولاده وقال لهم ولا حاجة، أنا بس حركت الوتد. الخلاصة احذر إنك تكون من اللي بيحركوا الوتد، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. بيشم ريحة البشر على بعد أميال في الصحراء، وإذا خرج منه دم بيكون هدف للذئب. عايز أقولك إن الذئب ده مش ممكن ياكل حاجة نتنة مهما كان جعان، أما ذكاؤه فلا يصدق. عايز أقولك إن الذئب ده بيعرف إذا كان الراعي مسلح ولا لأ، وإذا كان راجل وإذا كان ست، وبناءً على كده بيقرر يهجم ولا لأ. عايز أقولك لو الديب عينيه وقعت على جني ما بيخافش منه وبيفضل باصص له في عينيه، وبيفضل الذئب باصص للجني، مهما لف الجني حواليه أو بعد عنه بتفضل عينيه على الجني. والسر في كده إن الأرواح الجنية بيأيدها النظر، فطول ما هو باصص للجن الجن ما بيعرفش يمشي. وبيتقال إن الجن لو متشكل في صورة إنسان من لحم ودم، لو أنت مشيت وراه وحطيت رجلك مكان رجله، فده بيخلي الجن يتسمر في مكانه ما يقدرش يتحرك منه، وده اللي بيعمله الذئب بالظبط. بيمشي ورا قدم الجن وبيثبته مكانه وبيفترسه كمان، وده لو كان الجن على هيئة إنسان أو حتى حيوان. تعرف إن في ناس يوم القيامة هتخرج من القبر للجنة على طول من غير ما تتحاسب، والناس دي مش هتشعر بأهوال يوم القيامة. وهنا هيسألهم رضوان خازن الجنة، أنتوا رايحين على فين؟ أنتم لم ينصب لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، فإزاي هتدخلوا الجنة؟ وهنا هيردوا عليه ويقولوا له ألم تسمع قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ هيسألهم رضوان وكيف كنتم تصبرون؟ هيردوا عليه ويقولوا له نحن إذا أسيء إلينا حلمنا، وإذا جهل علينا غفرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. وهنا هيرد عليهم رضوان وهيقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عمرك سألت نفسك ليه ربنا ما بيستجيبش دعائنا وينصر اخواتنا؟ عايز اقولك ان قضايا المسلمين لو كانت بتتحل بالدعاء بس ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم خاض حرب، وهو من هو؟ هو رسول الله خير خلق الله اجمعين. ولما سئل احد الصالحين وتقال له ليه ربنا ما بيستجيبش دعائنا لاخواتنا، رد الرجل الصالح ده وقال عرفتم حق الله فلم تقوموا به، يعني انتوا قلتوا احنا بنحب رسول الله بس ما بتعملوش بسنته. ربنا قال لكم ان الشيطان عدو مبين فاتخذوه عدو، لكنكم سمعتوا كلامه وعملتوا المعاصي، ولما بتصحوا من النوم ترموا عيوبكم خلف ظهوركم. مش بس كده، ده انتوا بتفرشوا عيوب الناس قدامكم، وفي الاخر بعد كل ده عايزين ربنا يستجيب لنا؟ اللهم انصر اخواتنا. اللي قدامك ده صاحب الجنتين في سورة الكهف، كانت نفسه دايما بتحدثه بالطغيان والانانيه، وكان متكبر ومتفاخر جدا، والسبب هي طريقه فهمه للنعمه اللي ربنا انعمها عليه. ربنا سبحانه وتعالى اعطاه بستانين ملانين بالفواكه وبيتفجر خلالهم الانهار كمان، حدائق على عنب على نخل على تفاح على كل حاجه، جميع الخيرات اللي موجوده في الارض. نادى على جاره الغلبان الفقير وفضل يتفاخر قدامه ويتكبر ويتعالى عليه ويحسسه ان الجنتين دول بتوعه هو، وانه والعياذ بالله مش ربنا اللي مديهم له، وفضل يقول لصاحبه انا اكثر منك مالا وولدا، ووصل بيه الغرور ان هو صاحب النعم دي ووليها بدل ما ينسبها لربنا سبحانه وتعالى. صاحبه ده ما حققش عليه، بل بالعكس كان وافي جدا ليه، وفضل ينصحه وفضل يحذره من عاقبه الكفر والبغي والتفاخر والتكبر، لكنه للاسف زاد في طغيانه، وكان عنده شعور ان النعم دي هتفضل موجوده حتى بعد ما يموت. انا مش فاهم ازاي بس هو فكر كده، لكن ربنا ارسل على البستانين دول العذاب، واصبحت الجنتان خاويتان على عروشهما، وفي الاخر ندم على جحوده وعلى كفره.